بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجمعنا وإياكم مع أهل القرآن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في هذه الحلقة. قد توقفنا في الحلقة السابقة عند الآية 15 بعد 100. معنا في هذا اللقاء المبارك فضيلة الدكتور إسلام بن نصر الأزهري. أهلا بكم. أهلا بكم شيخنا. يا مرحبا بكم. أهلا بكم. وقفنا المرة السابقة عند قول الله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا. نعم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سبحانه وتعالى. سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. نعم. قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا من قول من؟ نعم. وتوضيح ذلك بارك الله فيك. فيكم بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا فضيلة الشيخ حمدي، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم في هذا اللقاء المبارك الذي نجلس فيه على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى، نتدبره ونتفكر آياته ونقف على وقوفه وابتداءاته. وقد وقفنا عند قوله وقالوا اتخذ الله ولدا. نعم. وسبق أن قلنا أن الذين قالوا ذلك هم مجموع اليهود والنصارى ومشركو العرب. مشرك. نعم. العرب. نعم. فقال اليهود اتخذ الله ولدا، وحكى الله عنهم أنهم قالوا عزير بن الله، وقال النصارى إن الله اتخذ ولدا فقالوا المسيح ابن الله، والمشرك العرب جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. نعم. وقالوا إن الملائكة بنات الله. طبعا قال هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء اتخذ الله ولدا. نعم. فرد الله عز وجل بقوله سبحانه. طبعا بعض الناس يقرأ ويقول وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يعني هو يصل ولدا بسبحانه. نعم. طبعا هذا فيه فساد حتى لا يتوهم أن سبحانه عائد على الولد. الضمير هنا لو وصل يعود على ولدا، على ولدا، فكأنه يسبح الولد. صحيح، لأن الضمير في لغة العرب أول ما يعود، يعني أول ما يتبادر إلى الذهن يعود على أقرب مذكور. أحيانا الضمير يعود على أشرف مذكور. نعم. أو يعود على أخص مذكور. لكن هذا بقرينة السياق. هنا الضمير في لغة العرب أول ما يتبادر إلى الذهن يعود على أقرب مذكور. فأنا لو قلت وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، فقد جعلت الضمير في قوله سبحانه عائدا على الولد. ومن أجاز من أهل العلم الوصلة فعلى أن الضمير يعود على أشرف مذكور وهو سبحان الله، المذكور في الجملة الله، أشرف المذكورات الله تبارك وتعالى. نعم. لكن الأولى أن أقف وأقول وقالوا يعني اتخذ الله ولدا، أن هو إحنا ما نصل. نعم. نسارع في تسبيح الله وتنزيهه. له وجهة نظر رائعة. وجهة نظر. يقول إن لو قلت وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، فقد خلصت من قضية عود الضمير على أقرب مذكور بأن الضمير يعود على أشرف مذكور. فهنا عاد على أشرف مذكور. الأمر الثاني أنني أسارع في التسبيح والتنزيه لله تبارك وتعالى. وإن كان الأولى أن أقول وقالوا اتخذ الله ولدا. نعم. ثم أقف وأقول سبحانه، وقد وضع عليها في المصحف قلا على اعتبار أن الوقف أولى. وضعت وقف لازم، وبعضها يعني وضعت وقفا لازما. نعم. اللي هو وجه أن الضمير يعود حتى لا يتوهم أن الضمير يعود إلى الولد، يعني سبحان الولد والعياذ بالله. نعم. نعم. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. طبعا سبحانه مستقلة في مبناها ومعناه. نعم. يعني نسبح سبحانه. سبحان الله. طبعا فهنا سبحانه تعد جملة مستقلة منفصلة عما قبلها في. نعم. إعرابها،
وكذلك منفصلة عما بعده، فأقول وقالوا اتخذ الله ولدا ثم أقف، وأقول سبحانه ثم وفي أقف. هذا تنزيه لرب العالمين، ثم أقول بل له ما في السماوات والأرض. طبعا بل كما ذكرنا في لقاءات سابقة تفيد الإضراب الإبطالي والانتقالي، هنا تفيد الإضراب الإبطالي، أبطلت زعمهم وأنهم قالوا اتخذ الله ولدا، وطبعا أبطلت زعمهم بأسلوب بديع، لم يقل القرآن بل ليس له ولد، وإنما قال بل له ما في السماوات. يعني جملة بل ليس له ولد كده مجرد أن أنفي عن الله عز وجل، لا، ربنا له كل شيء، كل شيء. فيريد أن يقول إن العبد يحتاج إلى الولد حتى يكون مؤنسا له، لأنه يحتاج إلى أن يتقوى به مثلا ويكون ظهيرا له في تحصيل أمور المعاش والمعاد، ربنا تنزه عن ذلك، له ما في السماوات والأرض. فكأن رجلا يقول مثلا إذا كان له ما في السماوات والأرض إذن هو يحتاج إلى ظهير لإقامته، فجاءت جملة كل له قانتون، يعني جميع العباد له ذليلون خاضعون سبحانه وتعالى، فهو لا يحتاج إلى شيء. لله المشرق والمغرب، نعم، ولله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات والأرض ما في الأرض، وكل هؤلاء له قانتون، كل هؤلاء له قانتون. نعم. بعض الناس يقول لك إن مثلا إيه وردت ولله المشرق والمغرب، نعم، وفي آية تانية رب المشرقين ورب المغربين، نعم، وفي آية ثالثة رب المشارق والمغارب. نعم صحيح. فلا تنافي ولا تعارض في ذلك. نعم صحيح. فلله المشرق والمغرب، يقصد الجهة، جهة المشرق وجهة المغرب. نعم. ولله المشرقين والمشرقين رب المشرقين والمغربين، رب المغربين اللي هي مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ومشرق الشمس رب المشارق ورب المغارب، نعم، اللي هي لكل من الشمس والقمر كل له له جهة مشرق ومغرب. نعم صحيح، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. طبعا كما تفضلتم لله المشرق والمغرب، يعني جهة المشرق، وهذا المناسب للآية، لأنهم منعوا عن البيت الحرام فقال لله كل ما في جهة المشرق وكل ما في جهة المغرب لله تبارك وتعالى. هنا قالوا اتخذ الله ولدا، هذا زعم آخر فاسد، فأبطله بثلاثة أشياء، سبحانه يعني تنزه هو عن هذا، فأقف هنا ثم أقول بل له ما في السماوات والأرض، هذا الإبطال الثاني أو الأسلوب الثاني في الإبطال، الإضراب الإبطالي، الإضراب الإبطالي، أبطل ما قالوا. ثم حتى لا يتوهم أن سعة الملك تقتضي ظهيرا ومعينا، فقال كل له قانتون، يعني هو لا يحتاج لأحد معه، وهو يسير الكون وحده، وكل الكون له خاضع وحده تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى. فأقف على كل واحدة، لماذا؟ لأبين الأساليب الثلاثة التي استخدمها القرآن في نفي ما قالوا. هم قالوا اتخذ الله ولد، فرد عليهم بثلاث أساليب أقولها هكذا، سبحانه ثم أقف، بل له ما في السماوات والأرض ثم أقف، كل له قانتون وأقف. بعض أهل العلم يقول يعني استحب إذا كان في قول مثل وقالوا اتخذ الله ولدا، نعم، فالقارئ يخفض صوته. صحيح. الإمام السيوطي رحمه الله يقول إن كل ما في القرآن يعني إذا نسب إلى الله عز وجل ما ليس، وقالت اليهود عزير ابن الله، صحيح الكلام، نعم، الباطل يستحب أن أخفض الصوت. نعم نعم، بارك الله فيك. وفيكم بارك. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم. بديع السماوات والأرض يعني منشئهما على غير مثال سابق. صحيح. سبحانه وتعالى، وهذا من كمال ملكه وكمال عظمته وكبريائه سبحانه وبديع السماوات والأرض. ثم أقف، نعم، ويعني الكلام معناه هو بديع السماوات والأرض، فبديع يعني هنا ممكن بديع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو بديع السماوات والأرض، أو الله بديع السماوات والأرض. ثم أقف وأقول وإذا، طبعا الوقف قبل الشرط وقف كافي،
نعم. قاعدة الوقف قبل الشرط غالبا وقف كافي قبل جملة الشرط. قاعدة جليلة. هنا جملة الشرط وإذا قضى أمرا، إذا أداة شرط. هو معظم القرآن وقفته كافية، لأن نعم المعاني متصلة ومتسقة. وأكثر الوقوف ورودا في القرآن الكريم. نعم. لأن القرآن متصل بعضه ببعض في معناه وفي مبناه وفي سبكه وفي إحكامه. نعم. فلذلك أكثر الورود الوقوف ورودا هو الوقف الكافي. نعم. هنا مثلا بديع السماوات والأرض، ثم هناك اتصال في المعنى، إذا قضى أمرا أي رب، يعني رب العالمين الذي هو بديع السماوات والأرض. طبعا إذا أدت شرط وقضى أمرا فعل الشرط، الفاء في فإنما داخلة على جواب الشرط، يعني رابطة لجواب الشرط. وجملة فإنما يقول له كن جملة جواب الشرط، فلا أفصل وأقول مثلا وإذا قضى أمرا وأقف وأقول فإنما، لا، لابد أن أصلها إلى قوله تعالى فإنما يقول له كن. حتى وإذا قضى، طبعا في هنا قراءة نعم لابن عامر صحيح أنه يقرأ فيكون بالفتح، وهنا فيكون بالضم اللي هي بقية القراء. وهذه القراءة تؤكد ما قلناه قبل ذلك من أن علم الوقف والابتداء له علاقة وشيجة بالقراءات القرآنية. كيف نعم. ذلك؟ هنا جمهور القراء يقول فإنما يقول له كن فيكون بالضم. نعم. على هذه القراءة الفاء هنا إما أن تكون عاطفة عطف جمل أو فاء استئناف. يعني فيكون يعني الأمر كما أراد الله، كما قضى الله، كما قضى الله. يعني إذن هنا نقف عند كن على اعتبار أن فيكون، على اعتبار أن فيكون استئناف فعل مضارع أو مرفوع، جملة العطف، جملة عطف جمل، عطف الجمل، معطوفة عطف جمل. لو اعتبرتها كذلك فيكون فعل مضارع مرفوع لأنه لم يتقدمه لا ناصب ولا جزم وعلامة رفع الضمة، خلاص. والفاء إما استئناف أو عطف جمل، فيجوز أن أقول فإنما يقول له كن ثم أقف وأقول فيكون. طيب ابن عامر يقول فإنما يقول له كن فيكون. طيب ما موقع الفاء في قراءة ابن عامر؟ فاء السببية. قالوا فاء سببية. طيب ما هي فاء السببية؟ قالوا هي الفاء، والمشاهد ينتبه لهذا ويكتب لأنها يعني متداخلة، هي الفاء الداخلة على الفعل المضارع. نعم. الناصبة له بنفسها أو بأن مضمرة وجوبا بعدها. نعم. المسبوقة بمعنى من معاني تسعة، إما أن تسبق بالأمر أو النهي أو النفي أو التحضيض أو الرجاء أو التمني أو العرض أو الاستفهام. نعم. أعيد هذه مرة أخرى، أعيدها بطيئة عشان الإخوة اللي بيكتبوا. نعم. الفاء السببية هي الداخلة على الفعل المضارع، الناصبة له بنفسها، يعني نصبت المضارع بنفسها أو بأن مضمرة وجوبا بعدها. فأقول فيكون أي فأن يكون، إذن هي الفاء الداخلة على فعل المضارع، الناصبة له بنفسها أو بأن مضمرة وجوبا بعدها. المسبوقة بمعنى من معاني تسعة، إما أن تسبق بالاستفهام أو بالأمر أو بالنهي أو بالتمني أو بالرجاء أو بالتحضيض أو الطلب أو الدعاء أو العرض. جميل. طيب هنا سبقت ب هنا سبقت بأمر، أمر كن كن. طيب إذا سبقت بأمر، إذا هنا فإحنا قلنا دخلت على فعل المضارع، نصبته خلاص لأنها سبقت بأمر. فما هو الناصب أو ما سبب النصب؟ أنها فاء سبقت بأمر ونصبت، إذا هذه يكون تركيبا واحدا. فأقول فإنما يقول له كن فيكون على قراءة ابن عامر لا يجوز بحال أن أقف على قوله فإنما يقول له كن. لماذا؟ لأني قد فصلت بذلك بين فاء السببية وما كان سببا في نصبها، وهو الفعل الأمر الذي سبقه. نعم. خلاص. يبقى على اعتبار أن فيكون فاء استئناف أو فاء عاطفة عطف جمل، على قراءة من قرأ فيكون يجوز أن أقف وأقول فإنما يقول له كن ثم أقف وأقول فيكون فيكون. نعم. وعلى قراءة ابن عامر فيكون فلا يجوز، على اعتبار أنها فاء سببية دخلت على المضارع وسبقت بالأمر. هناك مثلا فاء سبقت بدعاء، يقول مثلا أو باستفهام، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. الفاء هنا سببية
دخلت على الفعل المضارع فنصبته بها أو بأن مضمرة وجوبا بعدها، وعلامة النصب حذف النون يفعلون شفعاء لأنها سبقت بهل، هل لنا من شفعاء، خلاص لا يقضى عليهم فيموتوا، هنا نفي لا يقضى، احنا قلنا المعنى من معاني تسعة هنا نفي، لا يقضى عليهم فيموتوا، فالفاء هنا فاء سببية دخلت على المضارع فنصبته بها أو بأن مضمرة وجوبا بعدها، وعلامة النصب حذف النون لا يقضى عليهم، نعم، ولأنها سبقت بالنفي، خلاص. فكذلك هنا سبقت بالنفي فلا بد بالأمر، فلا بد أن أصل الأمر بالفاء بيكون على قراءة ابن عامر. جميل جدا ما شاء الله، جزاكم الله خير. وطبعا الوقف هنا وقف تام، نعم. إذا أنا أقرأ على قراءة فيكون بالضم، نعم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أما قراءة ابن عامر، نعم. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، سبحانه وتعالى. وقال الذين لا يعلمون، لولا يكلمنا الله، لولا يكلمنا الله تأتينا آية. نعم. طبعا لا يعلمون كما سبق أن ذكرنا في قبل ذلك مشركو العرب، نعم. أرادوا طبعا، هم قالوا لولا يكلمنا الله تأتينا آية، فهم يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام مطلوبات تعنتية كما فعل اليهود والنصارى مع أنبيائهم. لذلك في سورة الإسراء قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، وتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو يكون لك بيت من زخرف ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، خلاص. تعجيز، أسئلة تعنتية. مثلا حين طلبوا من النبي، من رب العالمين، من النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبات تعنتية كهذه، شابهوا بذلك اليهود والنصارى. نعم. إن اليهود قالوا أرنا الله جهرة، مثلا قالوا في سورة المائدة هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. نعم. فهم، وقال الذين لا يعلمون وهم مشركو العرب، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية على صدقك. ولذلك في القرآن في سورة الأنعام وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، قل نعم. إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. نعم. فهم طلبوا آيات تعنتية، وطلبوا يعني أسئلة تعنتية، ولولا يكلم الله تأتينا آية، فقال ربنا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله. الله أكبر. طبعا مثل قولهم ليس المراد، المراد بالقول الذي قالوه هنا أيضا لولا يكلم الله تأتينا آية، والمعنى الأشمل يعني طلبوا مثل طلبهم وسألوا مثل أسئلتهم، فأنتم بذلك قد تشابهتم مع اليهود والنصارى حين طلبوا من موسى ومن عيسى. اليهود طلبوا من موسى أرنا الله جهرة، والنصارى من عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. خلاص. فهنا نقول وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. لا يجوز أن أقف وأقول وقال الذين لا يعلمون ثم أقول لولا يكلمنا الله، لأنها داخلة في مقول القول، هي أصلا مقول القول. قالوا كذا. نعم. فجملة لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية هي مقول جملة القول. مقول القول مفعول به في محل نصب مفعول به لقال. نعم، بارك الله فيك. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، هنا وضعوا علامة الوقف اللازم، نعم، عند قولهم. توجيه ذلك، لأن لو قلت كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، يمكن أن يتوهم أن قوله تشابهت قلوبهم داخلة في قوله، في قولهم. ومثلها في الآية، يعني ده رد عليهم، يعني ليست من كلامهم، صحيح. ومثلها في الآية 113 كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم. يعني الأولى أن أقول كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، واقف عليها وقفا لازما. لماذا؟ حتى لا يتوهم أن قوله فالله يحكم بينهم داخل في قولهم. هنا كذلك لو قلت كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم،
يوهم أن تشابهت قلوبهم داخلة في قولهم. وهذا خطأ. وإنما المعنى كذلك قال الذين من قبلهم من اليهود والنصارى مثل قولهم وطلبوا مثل طلبهم وتعنتوا مع أنبيائهم كما تعنتم ثم رد على العربي. أعاد بقى الخطاب إلى العرب إلى مشرك العرب. تشابهت قلوبهم يعني الكفر ملة واحدة وتشابهت قلوبهم يعني لكن أساليب تختلف يعني صحيح مع كل من وكأنه يقول تشابهت قلوبهم أي تشابهت قلوب اليهود مع النصارى مع مشرك العرب فلما تشابهت قلوبهم تشابهت أقوالهم ومطلوباتهم لأن القلب هو مرآة يعني ما يخرج على القلب الجوارح. يعني اللسان هو مرآة القلب لا يقول الإنسان إلا ما يعتقد في قلبه. فحين تشابهت قلوبهم في الكفر تشابهت أقوالهم فطلب العرب مثلما طلب اليهود مثلما طلب النصارى من أنبيائه. نعم بارك الله فيك. فهنا الوقف على قوله كذلك قال الذين وقف لازم. قولهم لازم وقف لازم عشان الخطاب لأن الخطاب تشابهت قلوبهم يعود على هو كلام من رب العالمين يرد على جميع من كفر بالأنبياء لكن وقف لازم كافي كافي لازم نعم كافي لازم وطبعا حتى ينتبه المشاهد أن الكافي اللازم أن الوقف اللازم ليس نوعا مستقلا من أنواع الوقف وإنما هو حكم داخل على الوقف حكم على وقف يعني هو داخل إما في التام أو في الكافي وهو الأكثر طيب أحيانا يكون وصل الكافي لا يفسد المعنى كما في آيات كثيرة معنا إذا كان وصل الوقف الكافي يفسد المعنى أو يوهم معنى غير مراد يسمى وقفا كافيا لازما كما هنا خلاص كما هنا يعني نقول كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ثم نقف ونقول تشابهت قلوبهم أي في الكفر فتشابهت أقوالهم بارك الله فيك قد بينا الآيات لقوم يوقنون الوقف عند قد بينا الآيات لقوم يوقنون هنا وقف تام لأن كلام على إيه إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا صحيح خطاب توجه للنبي صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم طبعا إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا نحدد نوع الوقف بحسب القراءة بعد ذلك هنا طبعا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فيها قراءتين ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فعل أمر فعل أمر ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لا تسأل عن أصحاب الجحيم طبعا لا تسأل عن أصحاب الجحيم نافع ويعقوب صحيح وبقية القراء ولا تسأل عن أصحاب الجحيم كما قرأ حفص لا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني أنت لست مكلفا إلا بالبلاغ وعلينا الحساب ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني لا تسأل عن حالهم فهم في حال في النار لا يتصوره إنسان صحيح وهذا يعني تسلية للنبي أيضا صلى الله عليه وسلم يعني كأن يعني القراءتين كل واحدة منهما تؤسس معنى جديدا الله أكبر وهذا يندرج تحت قاعدة مهمة يعني ينبغي أن يتنبه لها المقرئون الذين يعلمون القراءات القرآنية أو المفسرون عموما أن القراءات القرآنية مبناها على التأسيس لا على التأكيد ده تحتاج إلى توضيح طبعا لأن طبعا التأسيس أن كل قراءة تؤسس لمعنى جديد سبحان الله أما التأكيد فقراءة تؤكد قراءة أخرى يعني مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا التثبت هو غاية التبين أو العكس فكأن القراءة فيها تأكيد لمعنى القراءة الأخرى لكن هي تأسيسية هنا مثلا تأسيسية بمعنى أن كل قراءة تؤسس لمعنى جديد هنا مثلا كما تفضلتم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول يا نبينا أنت بلغت وحذرت وبشرت وأنذرت
لعلك بأخوان نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لا، إياك أن تكون كذلك. يعني لا 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 تقتل نفسك أو لا تحزن نفسك، لأنك أصلا لن تسأل عنهم. أنت بالواجب أنت بلغت، ما عليك إن عليك إلا البلاغ، فلن تسأل عنهم بعد ذلك هل لماذا آمنوا أو لماذا كفروا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي وليس معه أحد. لكن هل سيسأل أنه ليس معه أحد؟ أمته صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم. كما قال أنتم أهل الجنة ثمانون ومائة صف، عشرون ومائة صف، ثمانون منها من هذه الأمة. الله أكبر. يعني ثلث أهل الجنة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول له ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني أنك ما عليك إلا البلاغ ولن تسأل عنه. طب والقراءة الأخرى بتؤسس لمعنى آخر، وهو شدة العذاب الذي وقع على من أعرض عنه. نعم. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فلا تسأل عن حالهم، فحالهم في أسوأ حال لا يتصوره أحد. نعم. هذا معنى أن القراءة تأسيسية، يعني كل قراءة تؤسس لمعنى جديد. وإذا فهم القراء هذه القاعدة فهما جيدا يشعرون بلذة، وحاولوا أن يستكشفوا توجيهات القراءات القرآنية، توجيهات معنوية ودلالية وغير ذلك، يفهموا يستعذبوا جدا. لأن طبعا القراءات القرآنية أصلا ليست غاية، مش ليست الغاية أن أتعلم القراءات، إنما هي وسيلة لفهم وتدبر القرآن الكريم. القرآن الكريم. نعم. فإذا كيف أتخذها وسيلة؟ يعني أن أجعلها للتأسيس. ننبه على أمر يعني مهم جدا في غاية الأهمية. نعم. وهو الإخلاص. صحيح. في تعلم العلم، أن المرء يكون يعني يتعلم لله عز وجل، يتعلم حتى يتقرب إلى الله عز وجل بطاعته. صحيح. وبفهم كلامه وبفهم مراده. أي. يعني لا يكون همه أن يتم قراءة أو قراءتين أو يحوز القراءات كلها أو كذا، إنما همه أن بقدر الفهم والتدبر وللمعاني تعايش مع القرآن. صحيح. مثل هذه القاعدة تدلنا على طريقة لفهم القراءات القرآنية. نعم. تؤسس كل قراءة لمعنى غير المعنى الوارد في القراءة الأخرى. نعم. بهذا نعم. أفهم القراءات فهما جيدا. طبعا لو جئنا للوقف والابتداء نقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. نعم. على قراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. جميل. هنا الأسلوبان خبريان، يعني إنا أرسلناك بالحق إن بشيرا ونذيرا أسلوب خبري. خبري ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لن تسأل عن أصحاب الجحيم. خبري أيضا. طيب، وحين أقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا يعني ونذيرا، لا هنا لا تسأل، نافية، يعني لن تسأل عنه. نافية ليست ناهية. لا ناهية، لا تسأل، ده أسلوب أخرى. إنشائي. ففي قراءة من قرأ وحفص ومن وافقه إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هذان أسلوبان خبريان، بمعنى أنني لو وصلتهما تماما كما لو وقفت عليهما. لكن في الأسلوب الإنشائي يستحسن فصله عن الأسلوب الخبري. صحيح. يعني وإن كان جائز في كليهما، اختلاف الأساليب. في اختلاف الأساليب الأولى أن أقف على نهاية كل أسلوب. نعم. لتشعر بلذة القراءة. صحيح. طالما اختلفت الأساليب فالأولى أن أقف. طب لو اتحدت الوقف أو الوصل سيان، وإن كان الأولى أيضا أن أقف. نعم. لكن يعني يتأكد الوقف أو لا حين تختلف الأساليب. فهنا أسلوب ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أسلوب إنشائي، إنشائي. وقبلها إنا أرسلناك خبر. بالحق بشيرا ونذيرا أسلوب خبري. نعم. يخبر أسلوب إنشائي يعني حتى يفهم المشاهد. نريد أن أسلوب إنشائي اللي هو أمر أو نهي أو استفهام. نعم. هناك إنشاء طلبي إنشائي. يعني ينشئ كلاما لا يعني في في بعيدا عن القرآن، الصدق أو الكذب. بعيدا عن القرآن. الأسلوب الخبري هو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. حين أقول مثلا نجح محمد، ممكن يحتمل الصدق ممكن يكون أو الكذب، نجح فعلا أو لم ينجح. طب الأسلوب الإنشائي لا يحتمل صدقا ولا كذبا. حين أقول لك هل نجح محمد،
أو أنت تستفهم ذاكر يا محمد هل 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 الجملة دي فيها صدق أو لا كذب؟ لا. لا هذا يسمى الأسلوب الإنشائي. فهنا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يأمر رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام ألا يسأل عن حال أصحاب الجحيم، فهذا يسمى أسلوبا إنشائيا فيفصل أولى عن الأولى أن يفصل عن الأسلوب الخبري الذي قبله. يعني الخلاصة إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. نعم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل أقوى في الوقف مما قبل من القراءة الأخرى مما قبلها. نعم يعني القراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يتأكد الوقف على ما قبلها أولى من قراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نعم بارك الله فيك وفيكم جزاكم الله. بعدها قول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نعم. قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم يعني هذا تيئيس لليهود والنصارى وتيئيس أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام من طمعه في رضا اليهود والنصارى. لماذا؟ إن يقول هو علق رضا اليهود والنصارى بشيء مستحيل، يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طب هل يصدق أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتبع ملتهم؟ يستحيل. إذن كما استحال عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لملتهم يستحيل أيضا رضا اليهود والنصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فهنا حتى غائية لن حتى ترضى عنك اليهود والنصارى إلى أن تتبع ملتهم. فلو اتبعت ملتهم رضوا عنك. صحيح. وهذا لن يكون. ولن يكون هذا طبعا. مستحيل. استلم استحال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فاستحال كذلك رضاهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. الوقف طبعا على قولي حتى تتبع ملتهم وقف كافي. نعم. وهنا الوقف أولى من الوصل. قل إن هدى الله هو الهدى. نعم. هنا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، يعني هنا بعض القراء أيضا يخطئ ويقول ما لك من الله من ولي ولا نصير. نعم صحيح. وهنا وضعت بعض المصاحف علامة الوقف الممنوع عند لا. العلم. صحيح. لا لأن طبعا هو لو قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ووقف وقال ما لك من الله من ولي ولا نصير وقع في مشكلتين. المشكلة الأولى أنه فصل بين الشرط وجوابه اللي هي إن وضح اتبعت إن ما لك أداة الشرط واتبعت. نعم. فعل الشرط جواب الشرط ما لك من الله من ولي ولا نصير. المشكلة الثانية أنه نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحكم عليه بأنه ما له من الله من ولي ولا نصير مطلقا وليست مطلقة بل إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. فالوقف على قوله قل إن هدى الله هو الهدى وقف كافي. نعم. ثم أقول ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي أصله. وهناك نظير لهذه الآية في سورة هود ويقع فيه كثير جدا من القراء ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ثم يقف ويقول وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. طبعا هذا فساد كبير. عممها عمم نفي ولاية الله عن المؤمنين ونصرته لهم وهذا خطأ. إنما المعنى لا تركنوا إلى الذين ظلموا لأن ركونكم إليهم سيحل عليكم عقوبتين، الأولى تمسكم النار والثانية ما لكم من الله من ولي ونصير إن ركنتم إليهم. فلا بد أن أصل أقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هنا الكلام نفسه أيضا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فنفي الولاية والنصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين في حالة واحدة فقط وهم إن اتبعوا أهواءهم بعد ما جاءهم الحق من الله عز وجل. بارك الله. طبعا الوقف هنا وقف تام. وقف تام. نعم. نعم. ده الموضوع كبير يعني موضوع فهم المعاني. صحيح. نعم. يترتب عليه الفهم الوقوف. فعلا.
وتحديد الوقوف يترتب عليه فهم المعاني أيضا، يترتب عليه معاني القرآن. نعم، احنا نتخذ علم الوقف والابتداء لنتدبر به كتاب الله عز وجل، هذه هي الغاية العظمى من هذه اللقاءات المباركة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، اللهم آمين، وأن يعلمنا وإياكم، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.